يا مساء الخير واهلا بيكم في عالم العالمين. مهرجان العالمين لسه بيواصل ابهارنا بفعالياته المميزه والاستثنائيه، واللي مش بس بتقتصر على الحفلات الغنائيه، لا كمان في انشطه رياضيه وترفيهيه وثقافيه. امبارح زي ما اتكلمنا انطلقت فعاليات وزاره الثقافه بالدوره الثانيه من مهرجان العالمين 2024 العالم عالمين، ده بالتعاون طبعا مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. ده بمشاركه مميزه جدا من قطاعات وزاره الثقافه. الممشى السياحي كمان في مدينه العالمين شهد انطلاق الفعاليات بكرنفال فني ضم عروض للسيرك القومي وفرق الحرية للفنون الشعبية والطنورة التراثية، وده كان وسط حضور جماهيري كبير جدا. قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد عرض فني مميز تضمن باقة من الاستعراضات المعبرة عن التراث الاسكندراني، منها بنات بحري، صيادين، حلاوة شمسنا، الطنورة، غزل اسكندراني، اسكندرانية، الزفة، وتحيا مصر. الحضور في الحقيقة تفاعلوا بشكل كبير جدا الكبار والصغيرين منهم مع عروض فرقة التنورة التراثية، واللي قدمت باقة من الاستعراضات الفنية على أنغام المزمار والطبول، من بينها ديفيليه المولد واستعراض التنورة. كمان أمتع السيرك القومي الجمهور بعروضه المتنوعة واللي اشتملت فقرات للساحر والبلياتشو والأكروبات، واللي في الحقيقة لقت تفاعل كبير جدا من رواد مدينة العالمين خاصة الأطفال. من المقرر كمان أن تشمل فعاليات المهرجان عروض فنية لفرق أوبرا عربي والأنفوشي للإيقاعات الشرقية، ده بجانب عروض الفنون الشعبية لفرق الحرية الإسكندرانية وملاوي، وده لغاية يوم 17 يوليو من الشهر الجاري. كما أعلن مهرجان العالمين النهاردة عن نفاذ تذاكر المرحلة الأولى لحفلة طبعا الهضبة عمرو دياب، وده في غضون ساعات قليلة بس من طرحها. يعد الحفل ده أحد أبرز فعاليات مهرجان العالمين في دورته الثانية، وأكدت الصفحة الرسمية للمهرجان على أن هناك فرص لسه لحضور دور هذا الحفل المنتظر، حيث تم فتح باب حجز تذاكر المرحلة الثانية، ويمكن حجز التذاكر من على موقع تذكرتي. شركة تذكرتي كمان طرحت منذ أيام تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب، والمقرر أنه يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس على مسرح مدينة مسرح يو أرينا في مدينة العالمين. والأسبوع الثاني من مهرجان العالمين كمان بيشهد فعاليات رياضية مستمرة على مدار الأيام، وهي بطولة كرة السلة، كرة القدم، ورياضة البادل. كمان في معارض وفعاليات لوزارة الثقافة مستمرة معانا لغاية يوم 20 يوليو، عروض الطيران الشراعي كمان مستمرة معانا. يوم الخميس 18 يوليو حفل نجم الكبير طبعا كاظم الساهر، اللي كلنا بنستنى اكيد الحفله دي. ويوم الجمعه 19 يوليو حفل النجمه الكبيره جدا ماجده الرومي، والموسيقار نادر عباسي هيكون بيقود هذا الحفل. من 18 يوليو ل 21 هيكون في عرض لمسرحيه فيلم رومانسي.